عارفين انك بتهتم بأدق تفاصيل موتوسيكلك وبتختار دايما الفريد من نوعه مش اللي يمشي مع اي حد. عشان كده زيت ريبسول المخصصة للمواتير الفي تديك افضل اداء وتحافظ على محركك. يا مساء الفل يا رجالة. استاذ سعيد حبيب قلبي وصاحبي. رايحين ناخد موتوسيكلك تاني فهركب وراه بقى عشان ايه نروح استلم موتوسيكل. ايه يا مساعد؟ بقول لك يا سعيد بالراحة بالله عليك. ها ربنا يستر. يا جماعة الركوب ورا مختلف. ها كون انا من الناس اللي عندها فوبيا ان هي لما تركب ورا حد او تقعد جنب حد في العربية ببقى ملبش كده اقول له خلي بالك انا حاسس مش عارف ايه عشان انا عندي فوبيا عدم التحكم. دي مين ما عنده نفس الموضوع؟ الله يعين والله العظيم. المهم ان احنا هو رايحين عن طريق مش عارف ايه رايحين ناخد الموتوسيكل من وكالة الغالي بريك لهم. قعدنا نزقنا عليهم عايزين نجرب موتوسيكلات السوق كلها هيدعمونا فيها وهيدوها لنا على حسابهم. يعني الموتوسيكلات اللي احنا ان شاء الله هنجربها هنستلم واحد النهارده اما نخلص منه هيتعرض للبيع بسعر اقل مش عارف 500 او 1000 جنيه. فيعني لو عايز تنتهز هذه الفرصه الجميله وتاخد واحد كسر زيرو على ابوه حسابات الغالي هتلاقيها في الوصف تحت. انزل وروح شوف الحسابات بتاعته. هل ده يا عم اعلان ولا مش اعلان؟ والله ابدا يا جدعان ده مش اعلان. انا كفايه ان انا اجي اخد منهم موتوسيكل واجربه. يعني انا كاني ماجر منهم موتوسيكل ومش دافع فلوس. فيا مسهل الحال. اقول لك ايه اعلان 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 عشان الناس اللي دماغها مش كويسه دي اعلان. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت بتصور ليه النهارده؟ ايه فين الموتوسيكل هنستلمه؟ تعال 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 تعال. ها فين الموتوسيكل هنستلم؟ السلام عليكم. طيب يا رجاله في الوان في لون احمر شكله ها رهيب وفي لون رصاصي ده اللي هناخده. اللون مش رهيب بس نعمل ايه بقى معلش عشان التاني ده اللي معلق نمر او حاطيني عليه نمر. ادي الرصاصي اللي هنزله رصاصي مط حلو برضه عشان ما يعلمش بصمات واحنا بنبهدل الموتوسيكلات. الله يبارك لك. الراجل ده اجدع واحد في المعرض عصفور استاذ عصفور مدير التسليمات. يا على مهلك على مهلك الحلوه على مهلك اللهم صل على النبي. هارلي نازل هارلي في طبعا واحد هنا الله يبارك له بيشتري. طب يا رجاله بالله عليكم ادوا لنا كده لايك على الفيديو قبل ما نكمل وحطوا لنا تحت في الكومنتات حاجه الغالي عشان احنا عايزين نجرب كل الموتوسيكلات اللي في المعرض. بص احنا ما جربناش دي هوجن عبد الله الايفو كسرت الدنيا والله. وعندنا هنا الاف الاف مش عارف دي 200 او 250 وعندنا الفي كل دول عايزين نجربهم. حطوا في الكومنتات تحت ادعم هيثم او اي حاجه او خليه يجربهم عشان الجوكات الغاليه لما تشوف كومنتات كتير تدينا موتوسيكلات نجربها يعني فاللي انتوا نفسكم فيه. وادخلوا زن عليهم بقى في صفحتهم ولا اي حاجه يعني. يلا الحمد لله الموتوسيكل بقى جاهز. الف شكر يا استاذ عصفور حبيبي يا هيثم طبيب السلامه. استاذ ميدو البوس الكبير اللي بيدينا حاجه يعني الله يحفظك يا رب. يلا يلا خدنا المفتاح بتاعها بسم الله الرحمن الرحيم. المفتاح يا جماعه بيتحط من على الجنب زي الهارلي. بصوا احنا دلوقتي اخدين هارلي ديفيدسون صيني تمام. اللهم صل على النبي بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ضغطنا على الزرار اللي هو بيولع الاشاره بدل حصلنا. يلا هقول لكم دلوقتي ما نطلع ايه الموضوع ده. يلا حبيبي السلام عليكم. حتى نقلتها محترمه والله يا موسى. طيب احنا نطلع بس على البحر ونقول لكم ايه الاخبار. احنا دلوقتي طب نطلع بس نروح نفولها على مكنه جديده نروح نفولها ونقول لكم بقى الانطباع الاول. في 92 هنا يا باشا معلش احسن لسه جديد ثانيه واحده. يا موسى
اما بقى يا جماعه الواحد متلخبط ما بين الحاجه اللي هنا والحاجه التانية خالص. الاماكن هنا مختلفه. نطلع قدام شويه اقول لكم. مهم بقى يا جماعه الفكره ان انا دلوقتي هتلخبط ما بين الكتل اللي هنا، لان احنا زي ما قلنا ان هنا نظام هارلي. هارلي يعني يعني الاشارات مش في اتجاه واحد زي ما احنا متعودين، ان بيبقى في زرار هنا بيعمل اشارات يمين يا شمال، لان حاطين اليمين في كتله والشمال في كتله. طب ده بيعمل ايه؟ حاطين الاشارات في المكان، الاماكن المهمه، مكان ال شكرا، مكان اللي بتدور منه الموتوسيكل حاطين اشاره اليمين، فتيجي انت تدور الموتوسيكل ما يدورش عشان انت بتدوس على الاشاره اليمين. طب ايش يا جدعان، مش مشكله حاجه وهتعدي. مكان الشمال بتاع الكلاكس حاطين في الاشاره الشمال، فتيجي تضغط كلاكس ليك عملت اشاره شمال. اهو دلوقتي ندور منين؟ ندور من هنا. المشكله المؤلمه ان الزرار بتاع التدوير حاطينه بعيد قوي. المهم يا رجاله، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله كده. شايفين الدركسيون واضح ازاي؟ طبعا عشان انا قاعد بعيد، دي قاعده انتخه، انتخه بحته. فالموتوسيكل اللي احنا معانا ده دلوقتي يعني خدناكم بسرعه، كي واي كي لايت. الموتوسيكل ده نازل من شركه صينيه، هنتكلم عن تاريخها ان شاء الله في الريفيو الكامل. الموتوسيكل ده نازل 200 سي سي، 202 سي سي بالظبط يعني. ده نازل خليفه الموتوسيكل كان بينزل في السوق المصري، اسمه سوبر لايت. الشركه دي مبدعه بنت اللذينه في الفئه بتاعت الكروزر. والموتوسيكل ده تقليد الموتوسيكل اسمه هارلي ديفيدسون سبوستر 883، تقليد ابن لذينه ذات جوده كويسه على سعره طبعا، يعني مش ذات جوده كويسه بشكل مطلق، وشكل كويس يعني اتقان في التظبيط يعني في التقليد تمام. حتى تلاقيه نفس العدلات، بس الهارلي هتلاقيه برتقاني النور ده ونفس التانك. يعني انا كتبت عليه هارلي محدش هيعرف، بس محتاجين نحسن الصوت. المهم صوت الموتوسيكل، المهم ان احنا دلوقتي اخدينه وبنجربه ان شاء الله. هيقعد معانا ايه رينج اسبوع كده نجرب فيه ونهرس فيه عشان نقول لكم ان الخلاصه والمفيد فيه في الريفيو. فانت طبعا ايه كالعاده بتستنوا الريفيو، ولكن النهارده الاستلام وانطباع المبدئي. طب الانطباع المبدئي كده الاولي، تعرفوا في ايه مختلف عن الريفيو؟ زي موضوع الزراير ده، زي موضوع الزراير انا هقوله لكم هنا، مش هقوله في الريفيو، لان الريفيو بيبقى داخل على الحاجات المهمه، مش هقول لكم الحاجات اللي من الاخر كده انت هتحس بيها اول ما تدخل ايه تيجي شاري الموتوسيكل ده بشكل كده اولي. الموتوسيكل قعدته بصراحه يا جماعه تحفه، تحفه بامانه، تحفه يا اخي. اللي بيشتري موتوسيكل ستريت بايك اللي هي بتاعت التوصيل دي ظالم نفسه، يا لهوي على الجمال. وخلي بالكم الموتوسيكل ده سوقه مش عالي قوي الايام دي، لان الناس مش فاهماه. القعده بتاعته تحفه التحفه، قعده الهارلي قعده استكنان كده وروقان. وموتوسيكل كمان بصراحه متعوب على خاماته جدا 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 جدا، متعوب على خاماته وزرايره ومسكاته وكل حاجه بتقيسها بتحس ان هي فيها جوده وتحس انك مبسوط فيها، يعني تحس انك متضايق. انا بس دلوقتي باخد انطباعه ولسه بجربه ولسه باخد وزنيته بس، ولكن الموتوسيكلات اللي سهله تظبطها، مرايات واسعه، شايفين المرايات حلوه يعني بصراحه، و هو ملفت جدا بقى، ملفت جدا جدا. لا بس سلام والله، حتى صوته يا جماعه حلو. صوته على فكره يا جماعه بعيد عن الموتوسيكلات الصيني بنسبه 30%. والله في صوت حلو برضه، الجاكمان اللي حاطينه حلو. اقول لكم ليه بقى الجاكمان حلو؟ لو انتوا كنتوا شفتوا احنا عملنا فيديو عنه قبل كده استعراض، يعني من تجديد السوق. الموتوسيكل ده في علبه بيئه كبيره جدا زي بتاعه الموتوسيكلات الياباني، هي اللي بتعمل الصوت ده، بتعمل الصوت اللي هو النظيف ده. ازاي التانيين بيعملوا لك علبه البيئه جوه الجاكمان اصلا؟ انا حبيته حبيته حبيته، وشكلي هاخده شهر ومش هرجعه للراجل بدري. وجميل الكرسي بقى. السؤال مهم بقى، الناس اللي دايما بتقول لي هيثم صور لي نفسك عليه. كرسي كويس، انا طولي 190، انا حاسس ان انا قاعد مرتاح جدا، مش زعلان خالص خالص، بالعكس مرتاح جدا. وبصوا شايفين انه معرفش شايفين فارد ايدي، يعني انا بعيد خالص يعني فارد ايدي. طبعا الموتوسيكل نازل من وكيل وحوا، يعني وكيل كي واي وبنالي وكده. الموتوسيكل ده نازل برينج 23 24 حاجه كده، يعني هتلاقوا السعر محطوط في الوصف تحت، والتفاصيل كلها هتلاقيها في الوصف تحت. ولكن الموتوسيكل حلو حلو ما فيهاش كلام، كان طبع اولي. طيب ده يا جماعه كان بشكل سريع الانطباع الاولي
عن كيو اي سوبر لايت واحنا بنستلمه. حبينا تكون معانا عشان لو ربنا كرمكم او حد كان عايز يشوف الموتوسيكل ده اللي انت شفته النهارده ده غالبا اللي انت هتتعرض له في انك تشتري الموتوسيكل والحاجات اللي انت بتاخدها ويغيروا له الزيت والجو الظريف ده، وفي نفس الوقت نمتعكم ونوريكم الجديد. حتى لو انت يا اخي مش هتشتري موتوسيكل الفتره دي، بس انا بحب ايه اديك محتوى كده حلو كانك بتشتري موتوسيكل كل يوم. ده كان الانطباع الاولي عن كي لايت 200 سي سي. استنوا بقى الريفيو، حطوا لنا كومنتاتكم تحت باي حاجه عايز تعرفها عن الموتوسيكل ده قبل الريفيو، ها يعني الحق وقول لنا عشان نعرضها لكم. ان شاء الله يكون ريفيو مثمر وكويس. شكرا يا جماعه لدعمكم الحلو ده اللي مخلي الناس تدعمونا دايما ان هم يدونا موتوسيكلات، وان شاء الله ان شاء الله بدعمكم ده نستمر ونكون اقوى. بس عشان تعمل لايك على الفيديو ده وسبسكرايب، اشوفكم ان شاء الله في الفلوج الكامل. السلام عليكم.